احمد مصطفى سيد فندم براءه والمصادره محمد احمد مهران فندم براءه والمصادره زياد محمد كامل فندم زياد محمد كمال فندم حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة زياد محمد كمال صدرة بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر تغريمه 10,000 جنيه عن رؤوس الجرائم والمصادرة والمصابين. أحمد كمال محمود. فندم. براءة والمصادرة. مصطفى غازي. غيابيا براءة. عبد الرحمن عبد الحكيم فندم براءة والمصادرة مصطفى خالد مصطفى فندم براءة والمصادرة أحمد عبد الرحيم سيد غيابيا براءة سعودي أحمد جمعة غيابيا براءة أيمن بخيت شحاتة ومينا نبيل وباسم ودياب وجمال نخلة وكمال نخلة براءة محمد جمال محمد عمران العسكري بتضحك ليه؟ أنت حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد جمال محمد عمران بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100,000 جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه 500 جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة والمصاريف. عمرو محمود محمد عمر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة عمرو محمود محمد عمر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100,000 جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه 500 جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة والمصاريف. محمود عبد النبي أحمد مرغني حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة محمود عبد النبي أحمد مرغني بالإعدام شنقة عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المطبوق وألزمته بالمصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات في بعض الجلسة.